قامت المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة بالقيام بحملة تحسيسية وكاد توزيع الكمامات على المواطنين بوسط مدينة البويرة وتقدير لجهود مختلف الهيئات، أين تم تكريم الواقفين في الصفوف الأولى بمواجهة فيروس كورونا على مستوى ولاية البويرة. التغطية لجلال طيب. وطنية المحافظة تدير الشهداء عملنا بهذه الحملة التحسيسية بتوزيع كمامات لمكافحة جائحة كورونا. شنو ديرها؟ لا قابل في إطار الاحتفال باليوم الإفريقي للطفل، قام مكتب ولاية البويرة للمنظمة الوطنية لمحافظة الذاكرة والتبليغ إسعاد الشهداء بالتنسيق مع الأمن الولائي الحماية المدنية كذلك المجلس الثقافي الإسلامي لولاية البويرة بتنظيم خرجة ميدانية تحسيسية بضرورة استعمال الكمامة وكذلك توزيع كمية معتبرة على المواطنين مجانا، وبعدها تنقل الوفد مباشرة إلى مستشفى محمد بوضياف لتكريم بعض الأطباء وكذلك مباشرة إلى الأخر الأمن الولائي لتكريم بعض من عناصر الأمن الولائي وإلى مقر الحماية المدنية لتكريم رجال الحماية المدنية نظير المجهودات المبذولة في إطار مكافحة جائحة كورونا. في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، قمنا صباحة اليوم بالقيام بنشاط تحسيسي توعوي لفائدة المواطنين، كذلك القيام بنصائح وتوجيهات عملياتية بتحسيس أيضا المواطنين على خطورة هذا الفيروس وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي من خلال أيضا الالتزام بتوصيات الأطباء والمختصين في هذا القطاع. كذلك قمنا بتكريم الموظفين الشرطة كذلك عناصر الحماية المدنية وكذلك الطاقم الطبي نظير الجهود المبذولة في مكافحة هذا الفيروس الخطير. قامت مصالح الحماية المدنية اليوم بحملة تحسيسية توعوية للحد من فيروس كورونا، وذلك بتوزيع مجموعة من توزيع الكمامات على المواطنين وكذا تقديم بعض النصائح فيما يخص لبس الكمامة وكذا ضرورة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة الأمنية بين الأشخاص، وكذلك قمنا بتكريم المتواجدين في الصفوف الأولى لمجابهة فيروس كورونا. محمد عامر سالم منسق شبه طبي في مستشفى محمد بوضياف. نشكر هذه الجمعية اللي قامت بهذه المبادرة تسليم جوائز لأطباء وشبه طبيين، جزاهم الله خير. وهذه ماشي الاولى ولا ثانيه، الحمد لله كاين جمعيات هنا في البويره اللي راهم يكرموا في الممرضين ويكرموا في الاطباء وراهم واقفين مع هذا المستشفى محمد بوضياف، لذلك نشكرهم ونقول لهم بارك الله فيك.